بطبيعة الحال تعاد محاكمة الحوض النجدي، ولكن في ظروف وملابسات ووضع معناه مختلف تماما، حيث أن الضحية يصبح هو القاضي إن صح التعبير. معنا وقت اللي نجو نوقفوا هنا معنا واحنا الشاكين واحنا اللي نطالبوا بحقوقنا واحنا باش نحاكموا جلادينا ونحاكموا اللي عذبونا ونحاكموا الناس اللي معناها روعتنا والناس اللي ظلمتنا والناس اللي دكتنا في السجون ظلما وبهتانا، معناها ستريزان بوردو هذا نعتبره خطوة نحو رد الاعتبار. المحاكمة هذه وإن كانت تمثل بشكل واضح وللناس كل في إطار مسار العدالة الانتقالية محاولة لمكافحة إفلات جلادين انتفاضة الحوض المنجمي من الإفلات من العقاب، فهي أيضا رد اعتبار لعشرات الضحايا الذين تعرضوا إلى كل الانتهاكات الجسيمة من قتل وتعذيب واختطاف بمعنى وتقريبا وعمليات الإخفاء القسري. محكمة اليوم هيك وكأني معناتها نحن في بصدد رد الاعتبار معناتها لأنفسنا، معناتها إذا كان معناتها خطر نحن اللي ناضلنا ونحن اللي شدنا صحيح باش الناس هذية تتحاكم ونحن اللي تعبنا معناتها في مسار العدالة الانتقالية باش وصلنا اليوم للمحكمة وباش المحكمة معناتها اتنصبت لهؤلاء. معناها هي مرحلة من المراحل اللي توج بها نضال الحوض المنجمي، نضال شباب الحوض المنجمي، التضحيات اللي قدموها، الشهداء اللي قدموهم، الظروف اللي مرت بها البلاد هذه هي مرحلة، ولكن ضروري أن يتتلوها مراحل أخرى اللي هي إعادة الاعتبار لمدن الحوض المنجمي وضمان على الأقل من 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 جانب معناه مؤسسات الدولة عدم تكرار مثل هذه المظالم. في هالمحكمة هذه بالذات في نفس القاعة تحكمت بست سنين وشهر حبس. معناه الذاكرة كي ترجع بيه واحد لو مثلاً 10 سنين التالي يتفكر الأروقة طاع المحكمة، يتفكر روحه كيفاش خارج من الجيول، يتفكر المعاملة متاع البوليسية كيفاش كي دخلنا المحكمة ورفعنا معناتها النشيد الوطني ورفعنا بعض الشعارات، تعرضنا للضرب هنا في وسط المحكمة معناتها في 2008 وما خلوناش نرفعوا شعارات وما خلوناش معناتها نقولوا النشيد الوطني. أول الأشياء التي تتبادر في ذهني أنه في هذا المكان في سنة 2010 قد تمت محاكمتي تقريبا في ظرف 30 ثانية بحكم ب4 سنوات دون توفير شروط المحاكمة العادلة، كان تقريبا توقيت قياسي، توقيت استثنائي، كان فيها الحكم جاهزا وكان طاقم المحكمة يتلقى تعليمات بالهاتف لإصدار أحكام جائرة، كنا إذن أمام مساعدين للبوليس السياسي لإصدار أحكام ضدي وضد العشرات من نشطاء الحوض المنجمي. المحكمة هذه تمثل لي معناها محطة سوداء في تاريخ البلاد هذه، معناها اللي غابت فيها العدالة وغاب فيها القضاء ومعناها أصبحت مقر من مقرات أو مخفر من مخافر معناها الأمن ومخافر أجهزة النظام. اليوم 26 سبتمبر أو الخروج منها بالنسبة لي يعني الكثير في بعدها الرمزي، أنه أصبح بإمكان الضحايا، أصبح بإمكان محاميهم، أصبح بإمكان وسائل الإعلام والرأي العام أن تعيد تصويب مسار محاكمات النشطاء وأن تحيل أو أن تغير مسار المقاضاة من مقاضاة الضحايا إلى مقاضاة الجلادين، أن تنقل الرعب من قلوب الضحايا إلى قلوب الجلادين.
هي المحكمة هذه إلى حد الساعة إلى حد هذه اللحظة ما زالت ماهيش ما معناتها ما موقع نجم نقوله موقع متاع عدل، فهمتني؟ لأنه أول حاجة المتهمين ما همش موجودين رافضين أنهم يحضروا معناتها المحكمة. المحكمة هذه إلى أين ستذهب؟ حتى حد ما يعرف معناتها. الحقيقة أنا متخوف من بدايات هذه الجلسة، سواء كان على مستوى التقرير اللي تلاه القاضي وتقرير هيئة الحقيقة والكرامة اللي فيه معناها خروج عن النص ومغالطات، وهناك معناها تغيب ضحايا وتغيب شهداء أسماء، وكذلك غياب المتهمين عن هذه الجلسة، ويمثل معناها خرق كبير لهيبة القضاء ولسلطة القضاء اليوم في البلاد. من المفروض معناها يجوه ويجيبوهم بالقوة العامة، يجيبوهم كما هزونا احنا من ديارنا وكما بالقوة وجوه هزونا، معناها يجيبوهم حتى هم مواطنين هم. ثم كذلك ثم أطراف سياسية وإدارية، معناها مثلا والي، كاتب عام لجنة تنسيق، رئيس مدير عام تاع شركة فوسفات قفصة، مديرين تنفيذيين في شركة فوسفات قفصة، كاتب عام اتحاد جهوي، أطراف وأطراف أخرى متنفذة معناها في الجهة اللي ذكرت معناها في التحقيق وفي جلسات الاستماع معناها سواء العلنية ولا السرية معناها اللي تمت حول قضية الحوض النجمي، وما تمش معناها دعوتهم أو ذكر حتى أسماهم للمحاكمة معناها في هذه الجلسة. المسار معناها نعتبروه مازال منتهيش، سواء مسار الثورة ولا مسار العدالة الانتقالية، لأنه مسار العدالة الانتقالية ما ينتهيش عند حد الحد، مازال مفتوح على ياسر احتمالات، وبالتالي احنا مصرين على أن نواصل هذا المسار هذا في الاتجاه اللي احنا نحبه عليه.